الخير. المتابع للمشهد السياسي العراقي يراه مليئا بالحرق قبل كل انتخابات، وأن كان هذا النشاط والتفاعل إيجابي في أغلب مفاصله، إلا أنه ومع الأسف يعيد صورة المشهد إلى ما هي عليه دون تغيير بعد كل تجربة ديمقراطية، لا على مستوى الوجوه أو أسماء الأحزاب وخلفياتها فحسب، بل وفي مستوى التفكير والتصرف الذي يحتكم إلى الاتفاقات بين الكتل السياسية من أجل مصالحها. وما هو الحل في غياب المعارضة البرلمانية التي تراقب السلطة التنفيذية وتقوم من أدائها وتحاسبها إن لزم الأمر؟ دائرة واحدة أم متعددة؟ هو الخلاف المحتدم ذاته يتكرر في كل موسم انتخابي. فقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أصبح مثار جدل بين القوى السياسية القابضة على قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية. مجلس الأمن على أبواب الانتخابات. مجلس الوزراء العراقي فاتح مجلس الأمن الدولي، والهدف الحصول على دعم أممي في انتخابات العراق بمراقبين دولي. وزير خارجية العراق فؤاد حسين أكد ذلك، وقال إن مجلس الوزراء ناقش الانتخابات المقبلة والمبكرة وتم اتخاذ مجموعة قرارات. الكاظمي: هدف الحكومة إجراء انتخابات مبكرة. انتخابات مبكرة نزيهة عادلة، والتزمنا كل الظروف الصعبة والتحديات قاعد نوفر مفوضية. من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة بالعملية السياسية، قال الكاظمي: انتخابات مبكرة ألف خط، مو خط واحد. السابق كان يقول رئيس وزراء مين يسوي انتخابات، يبقى العام 2023 و22 وعنده مؤامرة حتى يسيطر ويأسس له مجموعة ويأسس له حزب. إرسال مراقبين دوليين إلى العراق، هل فند الكاظمي مزاعم خصومه من إجراء انتخابات؟ ألف خط تحت كلمة انتخابات من الكاظمي، ماذا عن خطوط الأحزاب؟ من جديد أهلا بكم مشاهدينا. أكيد موضوعنا لهذا اليوم عن الانتخابات وأيضا عن كوت النساء ومحاور كثيرة أكيد اليوم راح نتكلم بها مع الدكتورة خالدة خليل النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. مساء الخير دكتورة. حياك إن شاء الله، نورتي. دكتورة خلينا نبدي بملف الانتخابات، وشفنا بهذه المادة القصيرة خلافات الكتل السياسية السابقة على قانون الانتخابات. طبعا أول سؤال حابة أسألش أنه شنو اللي صار اللي خلى الكتل السياسية تختلف وترجع تتفق وترجع تختلف وبالنهاية يقرون قانون الانتخابات؟ لكن يعني كان هنالك جدل، هل فعلا الاحتجاجات الشعبية هي كانت ضغطت على الكتل السياسية وخلتها تقر قانون الانتخابات؟ حياك الله سوسن. موضوع الانتخابات موضوع كبير جدا بالحقيقة. وقبل أن أدخل في موضوع الخلاف ما بين الكتل، أحب أعطي فقط فد نبذة أنه الانتخابات هي عامل كبير لاستقرار البلد، خصوصا بالدول الديمقراطية، هي تلعب دور أساسي في مسألة النظام الديمقراطي وشكل النظام الديمقراطي للدولة. واللي لاحظناه أنه العراق من سنة 2005 إلى حد سنة 2018 كان يعتمد التمثيل النسبي، والآن في هذه الانتخابات القادمة سيكون هناك نظام مختلف عما اعتدناه خلال السنوات السابقة. بالحقيقة مسألة التمثيل النسبي هي برأيي كانت الأنسب للعراق، لأنه في عادة بعد المراحل الانتقالية للدولة العراقية احنا انتقلنا من دكتاتورية إلى ديمقراطية. في هذه المراحل اللي تحصل بها الفوضى عادة بالبلد واختلافات كثيرة، مكونات، احنا لدينا طوائف، لدينا أديان، لدينا الكثير المذاهب اللي موجودة في العراق، إذا كان تقتضي بأن يكون هناك نظام تمثيل نسبي. الآن اللي حدث أنه كان هناك ضغط شعبي كبير، وهذا عفوا دكتورة يعني ذكرتي أنت موضوع التمثيل النسبي، لكن البعض يرى بأنه التمثيل النسبي في العراق هو مشحف بحق الكثير من الفئات. يعني راح نجي نوضح بالخطوات وراح تشوفين أي التمثيل اللي هو مشحف. التمثيل النسبي أم المنفرد أو الفردي؟
بالحقيقة هذا الانتقال الآن اللي صار تحت الضغط الجماهيري، نعم، وأنه الكتل صوتت على هذا القانون. على فكرة احنا في الكتل الكردية ما دخلنا القاعة ولا صوتنا، لكن هذا مرر كما ذكرت تحت ضغط الشارع. كان هناك بالبداية لم يكن مطلب الشارع هو مسألة النظام الانتخابي أو تغيير هذا النظام، ولكن هناك من دفع بهذه المسألة ومن أجل أن يغيرون هذا النظام الانتخابي لأسباب كثيرة. هناك أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية في كل البلدان تقتضي أنه يتطور النظام الانتخابي من شكل إلى آخر. هل فعلا أنه كل كتلة رادت تقسم القانون على مقاسها؟ لا، هو احنا انتقلنا الى نظام فردي. النظام الفردي اللي تقصدين بانه كل كتله ارادت على مقاسها، هذا بمساله الدوائر. لا، هذا في مساله توزيع الدوائر الانتخابيه. لكن احنا نتكلم الان عن نظام، نعم، عن نظام انتخابي. احنا انتقلنا الى النظام الفردي كما، نعم، ذكرت من خلال التصويت عليه اللي مرر ب الاغلبيه اللي صوتوا عليه. وللاسف انه هذا القانون يعني حقيقة هو قانون لا يحقق عدالة. وأنا من البداية ذكرت بأنه هذا الموضوع ما يحقق أبدا العدالة بالنسبة للشعب العراقي، لأنه أولا راح يسبب هدر كبير بالأصوات. نظام التمثيل النسبي ما يسبب هذا الهدر بالأصوات. أنت عندك يحصل الكيان على عدد من الأصوات المعينة واللي تترجم فيما بعد إلى مقاعد. نعم. في كل كيان كم مقعد يحصل عليه. هذا يكون أكثر عدالة، نعم، لأنه الأصوات اللي تهدر تكون أقل. مه. في مسألة النظام الفردي، الفائز اللي يكون بهذه الدائرة الانتخابية فائز واحد مثلا، وكل الأصوات البقية هي اللي ستهدر. مه. لذلك هذا النظام فعلا مجحف، ومن أجل تدارك هذه المسألة، من أجل أن نخرج بحل وسط. عفوا دكتور، يعني حتى إذا الشخصيات الأخرى جابت أصوات، همين راح يعني تروح أصواتها؟ كلها تروح في الدائرة واحدة، يعني شخص واحد فائز بس. فائز واحد راح يكون، واللي هو يسموه الفائز الأول. فائز واحد، ها، إذا كانت الدائرة مقعد واحد. لتدارك هذا الأمر من، نعم، أجل أن ننتهي من كل هذه الفوضى وهدر الأصوات هذا الكبير، كان هناك مقترحات، وأنا أيضا قدمت مقترح للبرلمان في وقت أن يعتمد الحد الأدنى للمقاعد اللي هو 3 فما فوق، نعم، وفعلا هذا اللي اعتمد في البرلمان. أنه يكون 3 إلى 5، يعني هذا الحد اللي موجود، من أجل أن يكون الهدر بالأصوات أقل. يعني أنه كل دائرة انتخابية مو فقط فائز واحد، يكون هناك 3 مقاعد أو 4 مقاعد، واللي جرى عليه أنه قسم العراق 3 أو 4 أو 5، نعم، قسم العراق على أساس الكوتا النساء إلى 83 دائرة انتخابية. جميل. على أساس كل محافظة كم امرأة بها، المحافظة اللي بها 4 نساء يقسم 4 دوائر انتخابية، اللي بها 5 يقسم 5، وهكذا، نعم، حسب عدد النساء في كل محافظة. وهذا حقق طبعا على الأقل دستوريا أنه لأن النساء حسب المادة 49 باء يجب أن يكون حصتها 25% من عدد مقاعد مجلس النواب، إذا هذا حقق 25%، لكنه ما حقق ما يزيد عنها، لأنه بالنص الدستوري يقول ما لا يقل عن 25%. يعني 25 وجوة؟ لا، 25 وفوق. أه. أكثر من 25. إحنا بهذه الطريقة الـ 83 حققنا اللي هي الـ 25% اللي موجودة بالدستور. جميل. أما كيف ستتنافس النساء، هذا موضوع آخر. يعني في الدائرة الواحدة، في كل دائرة هناك امرأة واحدة، في كل دائرة انتخابية هناك امرأة واحدة، 3 مقاعد، 4 مقاعد، 5 مقاعد فيها امرأة واحدة. هذا برأيي راح يكون بتعارض ما بين المادة 16 اللي موجودة بداخل القانون وما بين الواقع اللي احنا صوتنا عليه واللي احنا مررناه في مجلس النواب. طيب. اولا هذه الماده 16 اللي ما راح يكون لها بعد تطبيق، لانه هذه الماده راح تكون زائده في هذا القانون، لان احنا اعتمدنا الدوائر الانتخابيه على اساس كوتا النساء، اذا، نعم، هذه الماده اللي كانت راح تلغى مثل ما هي في نظام 12/2018 والنظام اللي قبله 13، اذا كل هذه، نعم، هذه لا، لن يعمل بها، لانه احنا اساسا قسمنا على عدد النساء. نعم. هذا واحد. اثنين، اكو مساله مهمه
يعني يجب الانتباه إليها، أنه بعد كل 3 رجال امرأة. طيب احنا لو طبقنا هذا، ما احنا عندنا بعض الدوائر 3 فقط، 3 مقاعد. إذا يجب أن لا يكون أقل من 25%. وبالتالي الثلاثة راح يكونون رجال. الدوائر اللي يجب أن تكون هناك امرأة، لأن احنا مقسمين على أساس النساء. إذا لازم تكون امرأة بي طيب. هذه الدائرة. إذا حدث هنا أن صار الثلث هو نساء. صحيح. لأن تقسميه على 3 نعم. صار ثلث نساء. الكثير الحقيقة من الإشكالات في هذا القانون. مثلا مرة ينص على أنه التقديم بقائمة، مرة ينص على أنه انتخاب فردي، ومرة وهكذا صار يعني هذا لغت. القانون هذا القانون يعني هو نفسه يناقض بعض البعض بكثير من نقاط الخلل اللي الحقيقة تستدعي أنه إما أن يتعدل هذا القانون أو أنه ممكن يعني يستحيل العمل به بهذه الطريقة. نعم. المفوضية بالطريقة الفنية اللي راح تعمل بها، أي طريقة راح تعتمد المفوضية، هل هي طريقة القائمة والمرشح كما في السابق كما في التمثيل النسبي لأنه هو ينص على قائمة مفتوحة، أم أنها ستكون فقط طريقة الشخص الفردي أو الانتخاب الفردي، في هذه الحالة تعتمد طريقة أخرى. طيب شنو ليش ذكر هو القائمة مثلا؟ هناك الكثير من الإشكالات. طيب دكتور يعني نحتاج إلى المحكمة الاتحادية في ترتيب هذه الآلية، آلية القوائم والترشح وهذه المشاكل اللي ذكرتيها، نحتاج للرجوع لها. من الذي ينظم عمل هذه الآلية بعد نشر هذا القانون في حال يعني في عفوا الوقت. دكتورة إذا صارت مشاكل، هذا يقول قائمتي وهذا يقول أني لازم أني أفوز وهذا يقول تم تهميشنا، وين راح يتم الرجوع؟ تقصدين قبل الانتخابات لو بعدها؟ بعد الانتخابات مثلا بعد نقول صارت الانتخابات. صارت الانتخابات، بعد الانتخابات أي طعون هي توجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات. وإذا كان هناك من خلال المادة الدستورية احنا عندنا 52 اللي ممكن أنه يطعنوا أيضا يطعنون في أي بأي مرشح أيضا أمام المحكمة الاتحادية. هناك عدة طرق، يعني أنه الهيئة القضائية للانتخابات في حال أنه أعادت هذا المقعد، وإذا لم تعيدوا إذا كان هناك إمكانية في أنه من خلال المادة 52 بالمحكمة الاتحادية. نعم. لكن احنا محكمة اتحادية لحد الآن هاي مشكلة كبيرة. قانونها نعم ما زال في مجلس النواب. لم شنو السبب اللي يعني يمنعهم من تشريع القانون؟ خلافات الكتل، خلافات كبيرة جدا. خلاف على ماذا؟ في مسألة يعني هو يجب أن يكون هناك قانون للمحكمة الاتحادية، واللي احنا سنوات طويلة لحد الآن هذه المحكمة اللي أنشئت في وقتها ما قبل الدستور أيضا. لذلك الآن احنا نحتاج إلى محكمة اتحادية، لكن من أجل أنه نمضي في مسألة الانتخابات ومن أجل أنه لا ندخل في مشاكل أخرى بسبب خلافات الكتل، إذا اليوم علينا أن نكمل على الأقل نصاب المحكمة الاتحادية، لأنه إحنا فقدنا 3 أعضاء من المحكمة الاتحادية وبالتالي يجب تعويضهم. التعويض بما أنه المحكمة الاتحادية نفسها ألغت المادة 3، إذا هذا سبب لنا إشكالية من الذي سيرشح، ولهذا هذه المادة يجب أن تحل في مجلس النواب، ويجب أن يكون هناك تمرير للقانون أو الاتفاق عليه التوافق نعم. عليه، من أجل أن على الأقل أنه هؤلاء الثلاثة القضاة الثلاثة أن يتم الاتفاق على كيفية ترشيح كيفية ترشيحهم، وبالتالي حتى يكمل نصاب المحكمة الاتحادية. طيب دكتورة أنت تعرف أنه كل انتخابات بكل دول العالم تحتاج إلى تمويل، تحتاج إلى أموال حتى تتم هذه العملية، وبالتالي يعني ينتهي الموضوع. إحنا اليوم عندنا أزمة اقتصادية بالعراق، عندنا مشاكل، مشكلة الرواتب، مشكلة المستحقات المالية، مشاكل كثيرة. فاليوم شلون راح يقدر البرلمان يأمن أموال الانتخابات وبالتالي تتم العملية الانتخابية في ظل وجود عجز مالي؟ هي واحدة من الإشكالات الكبيرة الحقيقة، مسألة التمويل، مسألة الإشراف الأممي ومسألة التمويل أيضا. مسألة التمويل تحتاج إلى مبالغ كبيرة الانتخابات نعم. والحقيقة هذا يجب أن يضمن في الموازنة وليس كما ذكر قبل يومين أو ثلاثة يمكن السيد رئيس مجلس الوزراء بأنه سيكون هناك على شاكلة قانون الاقتراض بأنه سيقدم إلى مجلس النواب ومن أجل أن يتم التصويت عليه لتمويل الانتخابات. رح يعني يوافق مجلس النواب باعتقادك؟ يعني أنا برأيي أنه هذه المسألة غير سليمة، هذا رأيي شخصي.
لا أعرف كيف سيمضي بها مجلس النواب، لأنه هذه موجودة في عند رئاسة المجلس الحقيقة وفي اللجنة المالية، لكن برأيي أنه هذا الموضوع غير سليم. يعني كل يوم تجينا ورقة إحنا نصوت عليها ومن أجل موضوع إما اقتراض أو تمويل انتخابات، والوضع في البلد هو الحقيقة الوضع الاقتصادي سيء جدا. إذن على الأقل إحنا يجب أن نضمنها في موازنة 21. نعم. وإحنا الآن في شهر 11، يعني ما باقي شيء عليها، ممكن أنه يضمن مبلغ معين من أجل هذه المسألة. هذا هو أسلم حل، يعني أن يكون في انتخابات في موازنة 21 موضوع الانتخابات وتمويل موازنة الانتخابات. موازنة راح تقر دكتورة؟ الموازنة؟ موازنة 21؟ احنا ننتظر بانه تجينا الموازنه اولا الى مجلس النواب. اكو كلام انه ربما راح تكون يعني متاخره، يعني بعد الشهر الاول او الثاني او الثالث، يعني هاي مشكله. يعني اليوم الموظفين يتساءلون لانه نعم بالضبط، لانه الشهر الاول والثاني والثالث هذا راح يسبب لنا مشكله، لانه احنا مصوتين على قانون الاقتراض الى نهايه شهر 12. صحيح. حتى كلام بالشارع العراقي لا يصير انه ماكو رواتب بدايه بالضبط السنه، يعني راح يسبب لنا مشكله. فاتمنى انه ما يتاخر هذا قانون الموازنه من اجل ان نمضي به ايضا في مجلس النواب ونصوت عليه، وبالتالي يكون هناك رواتب للموظفين، لانه من حق الموظف أن يستلم راتبه، هذا عقد بينه وبين الدولة. طيب دكتورة، إحنا اليوم من نريد ننجح العملية الانتخابية، وبالتالي طبعا هي أكيد كل دول العالم يكون هنالك تزوير، خطأ في الانتخابات، في الآلية تصير، هذا الشيء وارد. لكن اليوم الجميع اليوم يتساءل، والمواطن العراقي بصراحة من أبرز الأمور اللي ربما راح تمنعه المشاركة بالانتخابات هو موضوع التلاعب بالأصوات، وموضوع عدم سير الانتخابات بالطريقة السليمة، وبالتالي حدوث تزوير ولغط ومشاكل دون الرجوع إلى قرارات سليمة. فاليوم نحن نحتاج إلى مراقبين أمميين حتى ننجح هذه الانتخابات، هل نحتاج إلى مراقبين دوليين؟ ما الذي يحتاجه العراق؟ بالتأكيد نحن نحتاج إلى تدخل أممي بهذه المسألة، نحتاج إلى مراقبين دوليين. مسألة نزاهة الانتخابات 100% هذه لا توجد في أي مكان في العالم. بالضبط. لا يمكن، لكن على الأقل هناك نسبة، يعني أكو نسبة صغيرة مثلا لا بأس، لكن هناك إذا حدثت أنه صارت الانتخابات كلها مشكوك فيها فهذه مشكلة كبيرة. الأجهزة الإلكترونية من ضمنها طبعا. نعم، هذه راح يعني الحقيقة راح تسبب لنا مشكلة كبيرة. إذا على الأقل يجب أن يكون هناك انتخابات قدر الإمكان أن تحقق العدالة، وقدر الإمكان أن تشجع الناس على الاقتراع والذهاب إلى الانتخابات، لأنه مسألة مهمة جدا، أنه كيف إحنا نقنع هذا المواطن العراقي بعد 17 سنة من عدم تقديم الخدمات له، بعد 17 سنة من كل هذه المآسي اللي يعيشها، وأخيرها هذه أزمة كورونا، الأزمة الصحية، الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها البلد الآن. نعم. كيف نقنع الآن خلال هذه الفترة القصيرة بأن يروح إلى صندوق الانتخابات وينتخب؟ كيف سنعيد ثقة المواطن بالضبط بهذه العملية الانتخابية؟ يعني دكتورة تعتقدين أنه يعني هالمشاكل اللي صارت، التصريحات بين الكتل السياسية، الفضائح اللي يعني صارت مؤخرا على موضوع الاقتراض وغيرها يعني جعلت المواطن يفقد الثقة بينه وبين المسؤول أم لا؟ يعني حدثت أخطاء كثيرة، لا أحد ينكر هذا الموضوع. العراق يعاني من فساد كبير جدا. يعني على الأقل إحنا قبل مسألة الانتخابات، هي ليست المشكلة في أنه انتخابات مبكرة أو كما ذكر السيد رئيس مجلس النواب أن تكون هناك أبكر، مشكلتنا ليست في الانتخابات، ومشكلتنا ليست في النظام الانتخابي إذا كان تمثيل نسبي أو إذا كان النظام فردي، مشكلتنا الأساسية هي في القضاء على الفساد، أنه إذا إحنا لم نجد حل لهذا الموضوع في القضاء على الفساد، بدء الخطوات الأساسية في أنه إحنا نعيش في عراق يكون مستقر، وعلى الأقل نقضي 50%. أنا من الصعب أشوفه أنه يقضي على الفساد تماما، هذه مستحيلة، لكن على الأقل 50% إحنا نحققها من خلال نظام الحوكمة، من خلال أنه نضبط كل الأمور اللي ممكن أنه إحنا نسيطر عليها في داخل الدولة، وهي كثيرة جدا، من أجل أن نخرج ببلد على الأقل يقدر يعيش فيه المواطن بكرامة.
لأنه المواطن اليوم الحقيقة أنا كثيراً كثيراً أتأذى عندما أنزل أشوف الناس وأشوف حال الناس ووضع الناس. ماذا قدم هذا يعني خلال 17 سنة ماذا قدمت هذه العملية السياسية للناس في بغداد وخصوصاً في الجنوب العراقي؟ يعني الإنسان العراقي يعيش الآن مآسي. نعم. مآسي يعيش. إحنا عندنا المدن المحررة، المدن اللي عانت من داعش واللي هي يعني الوضع في الموصل كارثي، الوضع في مدن أخرى. صحيح. حتى الآن لم يتم تعويضهم. نعم. إذن المشكلة هي ليست في الانتخابات، المشكلة أنه كيف سنقضي على هذا الفساد وماذا سنقدم للمواطن العراقي؟ هو هذا اللي يجب أن نفكر به أولاً. مصلحة. طيب دكتورة، يعني ما الذي يميز المنهاج الحكومي للمرشحين في السابق والآن؟ ما الذي يميز مصداقيتهم عن الموجودين في السابق؟ بصراحة يعني كل يعني نحكيها بصراحة، كل اللي كانوا موجودين بالفترات السابقة ما كسبوا ثقة المواطن العراقي، وبالتالي اليوم المواطن تندم لأن انتخبهم وأنطى صوتهم وبالتالي ما حققوا له أي شيء. اليوم شنو اللي راح يختلف بهالانتخابات؟ يعني سيكون هناك نوعين أو ثلاثة من المرشحين بتوقعاتي وبرأيي. الطبقة اللي ضمنت لنفسها المال، هذه اللي ستتنافس وهذه المال في يدها، وهناك الطبقة الفاسدة. طبقة أنا لا أسمي، أنا أسميها طبقة المال السياسي. طبقة أخرى ستبرز أيضا هذه المرة بقوة أكثر من السابق، اللي هم العشائر، شيوخ وأبناء العشائر. والحقيقة هذه راح تبرز، لأنه تعرفين بأن هذا راح يحصل على أصوات أكبر باعتبار إحنا نظامنا في العراق عشائري. إذن هؤلاء أيضا سيصعدون. من سيدفع الثمن؟ الإنسان النزيه والإنسان اللي في البرلمان لم يستطع أن يقدم شيء بسبب هذه الظروف السيئة، أو المتظاهر في ساحات التظاهر اللي نعم. حتى الآن يقمع ويقتل، وبالتالي لم تقدم له الحكومة سوى القتل وأمور كثيرة للأسف. شنو تعليقك على اللي صار اليوم في الناصرية يوم أمس؟ في الناصرية نعم كان هناك شهيد، وأعتقد 57 جريح أيضا. يعني الحالات يعني اللي يتعرضوا لها كثير اليوم متظاهرين. من المؤسف أنه ما يهدأ هذا الوضع. من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ الكل، أنا لا أستثني أحدا، الكل يتحمل مسؤولية. حكومة يعني؟ لأنه المواطن العراقي لما خرج إلى الشارع خرج من أجل خدمات وخرج من أجل التعيينات، مطلب وإحنا حق مشروع ومطلب بسيط طبعا. احنا نتذكر هذه الفتاة اللي كانت تريد تعيين وهي بالدراسات العليا، اظن عندها ماجستير او دكتوراه. نعم. وخرجت من اجل التعيين لما رشوها بالمي. اذا الناس هذه ببداية خروجها كانت تطلب تعيينات وكانت تطلب خدمات، ما كانت تطلب هذه الامور الاخرى السياسية اللي دخلت على الخط. كتل سياسية طالبت فيما بعد بتغيير النظام الانتخابي. نعم. من أجل المحافظة على عدد أصواتها أو رغبة في زيادة نفوذها وفي زيادة أصواتها. لكن المواطن هو نفسه راح يبقى هذا المواطن المتضرر. أنا برأيي أنه إذا خلال 17 سنة السابقة لم يقدموا شيئا فماذا سننتظر نحن؟ اليوم السيد صدر بأحدى تصريحاته أو تغريداته على تويتر، ذكر بأنه الحكومة ككل مثل ما ذكرتي تتحمل مسؤولية ما يحدث من خروقات أمنية في الشارع وما يتعرض له المتظاهرين في الناصرية وغيرها من المحافظات العراقية وحتى العاصمة بغداد، في وقت بعض الجهات السياسية وبعض الكتل أو بعض النواب تحديدا يرون بأنه القوات الأمريكية المسؤولة عن حرق المخيمات وغيرها من هذه الأمور. اليوم صار لغط وتصريحات كثيرة وحديث، يعني من يتحمل مسؤولية هذه الخروقات التي تحصل؟ خلافات الكتل السياسية هي يعني أحد الأسباب؟ بالطبع، لأنه كل ما كان هناك خلافات أكثر وفوضى أكثر كل ما لاحظنا أنه الوضع يكون أسوأ. إذن إحنا نحتاج إلى استقرار قبل كل شيء، إحنا نحتاج إلى اتفاقات وتوافقات قبل كل شيء، إحنا نحتاج إلى أنه بعض الكتل تتنازل لبعضها الأخرى من أجل أنه لا تفكر فقط في المكسب الانتخابي وإنما تفكر في كيفية. عندنا اليوم كتل تتنازل دكتورة؟ عندنا اليوم كتل تتنازل بمجلس النواب؟ صعب، صعب جدا. إذن هي اليوم المصلحة الشخصية تغلب على بالتأكيد
على مصلحة المواطن. بالتأكيد. وهي مشكلة كبيرة. نعم. عشان راح ننطي اليوم ثقتنا للمسؤول إذا هو مدى يتنازل من أجل لا. سير كيف الأمور. كيف نعطي ثقتنا للمسؤول؟ إحنا صدقيني الشارع في يده التغيير. والشارع هو الذي سيخرج ويصوت. من يصلح ومن لا يصلح. إذا الشارع هو يعني نفسه. الشارع اليوم من دا يخرج للتغيير دا يقمع. وده يقتل. لا لا في صناديق الانتخابات أنا نعم. لا أقصد أبدا التظاهر. طبعا أنا مع التظاهرات السلمية وليس غيرها. أي تظاهرات تخرج عن سلميتها أنا لست معها، لأنه هذه تسبب لنا أيضا فوضى ومشاكل كثيرة. أنا مع التظاهرات السلمية اللي نص عليها الدستور في المادة 38. التغيير بالنسبة للتغيير في صناديق الانتخابات هذه يحددها المواطن. أنا إذا كنت راح أخذ مبلغ معين من أجل أن أعطي صوتي لفلان، إذا أنا ما غيرت شيء. إذا كنت اليوم أبيع صوتي، إذا كنت اليوم أنحاز إلى فلان وفلان، إذا يجب أن نفكر. ولأنه الديمقراطية هي ليست فقط صناديق اقتراع مثل ما يقول روسو، وإنما هي في مسألة الوعي الانتخابي لدى الفرد. نعم. إحنا اليوم نحتاج إلى وعي الناس. الناس يجب أن تدرك بأنه كل السنوات السابقة هذه كان هناك نفس الوجوه مثلا إذا تكررت لماذا تتكرر؟ تعرفين إحنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني عندنا قانون بأنه من يذهب مرتين إلى مجلس النواب 8 سنوات فيستبدل بشخص آخر، بينما هناك في داخل مجلس النواب الآن من هو في 4 دورات، هذه الدورة الرابعة ولم يحقق أي شيء ويريد الخامسة. نعم، إذا ضرورة جدا أنه تتبدل هذه الوجوه. إذا لم أستطيع أنا خلال 8 سنوات أن أقدم شيء فلن أقدم بعد 8 سنوات. طيب دكتورة نرجع شوي لموضوع الرواتب، لأن وصلتنا هواي مناشدات على هذا الموضوع، وبعدها ننتقل إلى مواضيع أخرى أكيد. مشكلة الرواتب بدت مع مجيء السيد الكاظمي إلى الحكم. البعض يرى بأنه هذه المشكلة كانت بسبب تراكمات سابقة، إفلاس خزينة الدولة في السابق، ونتجت عنها هذه المشكلة وهذه الأزمة الاقتصادية. بعض المواطنين يرون بأنه ما السبب الذي يمنع مثلا النواب في مجلس النواب أن يتنازلون عن رواتبهم لمدة 2 أو 3 من أجل نقل هذه الرواتب إلى المواطن الموظف البسيط، إعطاها إليه. يعني ما الذي يمنع اليوم النواب يضحون براتبهم 2 أو 3 أو 4 وينطوها للمواطن البسيط؟ حتى أجاوب على أسئلتك بالتدريج، مسألة السيد الكاظمي ومسألة الرواتب بالحقيقة نعم هذه تراكمات سابقة. الفساد عامل كبير جدا، التراكمات السابقة خلال السنوات 17 السابقة هذا الحقيقة، وإضافة إلى أنه الوضع الاقتصادي سيء جدا بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، فهذا سبب أنه الوضع الاقتصادي يسوء كثيرا. وإحنا في الحقيقة لم ندخر لهذا اليوم كما في الدول الأخرى. نعم. ليس لدينا صندوق الادخار اللي ممكن أنه في أثناء الأزمات يستخدم، تضع فيه نسبة معينة، وفي أثناء الأزمات عندما يتعرض أي بلد إلى أي لا سامح الله أي أزمة مالية أو أي أزمة مالية ممكن أنه من خلال هذا الصندوق يصرفون منه. اليوم مجلس النواب من الحكومة اليوم من تأخذ يعني الاقتراض من بالضبط يجي؟ من احتياط البنك المركزي؟ من احتياط البنك المركزي ومن البنك الدولي. نعم. إذا احنا لجأنا إلى مسألة الاقتراض من أجل حل هذا الموضوع. صوتنا على قانون الاقتراض حتى نأمن رواتب الموظفين على الأقل إلى نهاية شهر 12، وهذا حقهم. مسألة أنه النواب في مجلس النواب يتنازلون عن رواتبهم، أنا من هذا المنبر مستعدة أن أتنازل عن رواتبي، ويؤمنون رواتب الموظفين للبلد. طرحت هذا المقترح دكتورة، لكن كم نائب بمجلس النواب كم نائب سيقبل بهذا الموضوع أو يتنازل؟ هذا لا أعلم، لي أنا أتحدث عن نفسي فقط وليس لي الحق أن أتحدث عن غيري. أنا مستعدة لهذا الموضوع، لكن هل هذا سيحل الأزمة؟ هل سيحل الأزمة؟ يعني إحنا اليوم تبرعنا يعني إذا جمعنا رواتب كل النواب راح تنحل الأزمة؟ لا ما أتوقع تنحل الأزمة أو جزء من الأزمة. حتى لو جزء منها إحنا مستعدين لهذا الموضوع، لكن إلى متى؟ يعني يجب أن يكون هناك خطوات عملية في هذه المسألة من أجل تدارك هذه الأزمة. يعني هناك أن توضع للدولة خطة، الخطة
هناك بعيدة، هناك وسط، هناك الخطة القريبة، قريبة نعم. المدى. إذن هذه الخطوات اللي يجب أن يتبعها العراق في مسألة حل هذه الأزمة الاقتصادية. هناك الكثير منها، مثلا إيجاد حلول سريعة جدا، مسألة النفط، التخفيض اللي هو مفروض الآن على العراق، أنه نطالب بأنه ما يكون هذا التخفيض الآن حتى إحنا نقدر نبيع ونسدد به مثلا رواتب. هناك الخطط المتوسطة، مثلا نشجع الزراعة، نشجع الصناعة. هناك الخطط الأبعد. إذا يجب أن يكون هناك خطة اقتصادية والاستعانة بخبراء اقتصاديين من أجل هذه المسألة. بالضبط دكتورة، يعني اليوم احنا نشوف أنه الحكومة تلجأ إلى حل، يعني عندما نتعرض إلى مشكلة اقتصادية وأزمة مالية تترك القرار للسياسيين وليس للخبراء الاقتصاد معنيين في هذا الشأن. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا. هي المشكلة أنه الحكومة في كل شيء ترمي الكرة إلى مجلس النواب، وإحنا نرجع نبتلي يعني حقيقة، لأنه خصوصا أنه إحنا أيضا مو من السهل أنه نوافق على قانون، يعني قانون الاقتراض اللي جاء للمجلس النواب كان المبلغ كبير جدا، وقلصناه إلى حد أنه يكون هناك 12 تريليون، لأنه كان 41. يعني العراق أصبح مديون أعتقد 83 مليار دولار للدول لحد الآن. إذن نحن أمام كارثة. نعم. إلى متى سنبقى نقترض؟ نعم. هذه مشكلة يجب أن تحل مع خبراء الاقتصاد وليس بالاقتراض. الحقيقة سينتهي مثلا الخزين بالنسبة للبنك المركزي، سينتهي. إذن ماذا سنفعل لاحقا؟ يجب أن تكون هناك خطط اقتصادية. الاقتراض سهل جدا، أنه أنا أقترض اليوم من فلان وأأمن الرواتب، لكن كم شهر سأؤمن صحيح. الرواتب؟ طيب دكتورة، يمكن اليوم مجلس النواب أو سيد بشير حداد دعا اللجنة المؤقتة للتعديلات الدستورية إلى إنهاء أعمالها بعد مرور عام على تشكيلها، وما حققت إن هذه اللجنة أي شيء. يذكر كان من المفترض أن تقوم بإجراء بعض التعديلات على الدستور اللي يحوي على بعض المواد الخاطئة من 2003 وحتى هذه اللحظة. فشنو السبب اللي يعني جعل هذه اللجنة تفشل في مهامها وبالتالي حلها؟ لا شوفي، هو مسألة لجنة التعديلات الدستورية هذه في كل دورة موجودة، وعمرها يجب أن لا يتجاوز حسب ما موجود بالدستور أن لا يتجاوز الأربعة أشهر. يجب أن تكمل مهامها في أربعة أشهر. اللي حدث أنه الآن أعطوها مساحة كبيرة ووقت زمني أطول. نعم. امتد إلى الآن يعني سنة، لأنه بسبب هذه وباء الكورونا ما قدروا يجتمعون، لذلك أعطوها مهلة أيضا أطول حتى يخرجون بهذه. اجتمعوا؟ مسألة تعديل بعدها اجتمعوا يعني حتى يعني يعدلون بعض الأمور لتخص الدستور؟ هم كانوا يجتمعون باستمرار، لكن مسألة تعديل الدستور ليست مسألة سهلة. هذا واحد. اثنين، أنه أنا برأيي أنه هذا الدستور اللي موجود الآن في العراق هو من أفضل نماذج الدساتير اللي موجودة في المنطقة. والمشكلة هي ليست في الدستور، وإنما المشكلة هي في تطبيق الدستور، آلية تطبيق الدستور. بالضبط. مثل ما المشكلة ليست في الانتخابات والنظام الانتخابي بقدر ما هي المشكلة في مسألة كيفية تطبيق النظام، لأنه إحنا موضوع التمثيل النسبي، ونرجع للانتخابات، موضوع التمثيل النسبي أو موضوع سانت ليغو اللي إحنا كنا نطبقه خلال السنوات السابقة ليست العلة في سانت ليغو، بالعكس هذا أفضل النظم الموجودة واللي أكثرها عدالة يحقق، لكن إحنا بتطبيقها ذهبنا إلى مذاهب واشتراحات لا يعلمها إلا رب العالمين. يعني آخر شيء 1.9، وهذا كان يلغي الأحزاب الصغيرة بالكامل، بينما هو العدالة تقتضي هو 1.4 أو 1.5 اللي حقق التوازن ما بين الكتل الكبيرة، ما بين الأحزاب الصغيرة والأحزاب الكبيرة. إذن هو قانون جيد، لكن إحنا بتطبيقاتنا ومن أجل سيطرة هذه الكتل الكبيرة لكي تمحو هذه الكتل الأحزاب الصغيرة أصبحت تتجه هذا التوجه، ومن ثم تغييرها إلى النظام الفردي أيضا من أجل سيطرة البعض من الكتل للأسف، واللي تطمح الآن إلى أنه يكون عدها 80 أو 90 أو طيب. ما أدريش كد مقعد.
طيب دكتورة، خلينا ننتقل لموضوع الجرائم المعلوماتية. يعني شفت الاشتقاء مؤخرا كان يعني مجموعة تصريحات كلش مهمة، لذلك ارتئيت إلى أن نضيف هذا المحور بحلقتنا لهذا اليوم. لكن قبل ما نشاهد هذه المادة اللي تتعلق بقانون الجرائم المعلوماتية مشاهدينا، ونرجع لكم. قانون جرائم المعلوماتية. يخشى مواطنون من تمرير قانون جرائم المعلوماتية المطروح للتصويت في البرلمان لما يحتويه من فقرات اعتبروها مفخخة، كونها تمنح السلطة صلاحيات أكثر بإصدار العقوبات. مصادر من اللجنة القانونية النيابية قالت أنه تم تغيير اسم القانون من الجرائم الإلكترونية إلى الجرائم المعلوماتية، وتضمنت فقرات حول حرية الوصول إلى المعلومة وتنوع المعلومات المسموح بنشرها. بعض القوى السياسية أبدت اعتراضها، وأخرى تحاول الدفع لإجراء تعديلات، فيما يرى آخرون أن وضع القانون الحالي فيه ضمان أكثر لسلامة وحق الإنسان. المرصد العراقي للحريات الصحفية أبدى مخاوفه من تداعيات المصادقة على القانون، واتهمت بعض الأطراف القانون بالفضفاض وأنه يضم بنوداً تمس الحريات. خبراء في القانون قالوا إن مشروع القانون لم يتناول الجرائم الخطرة أو معالجاتها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية وغيرها، والهدف الأساسي منه هو تكميم الأفواه وتحجيم ما تبقى من حرية التعبير عن الرأي. فبين مؤيد ومعارض يدور مشروع القانون في أروقة البرلمان لإنهاء أمره. نتطرق لها إن شاء الله. إذا من جديد أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا لمحورنا المهم، محور الجريمة الإلكترونية أو جرائم المعلوماتية اللي من المفترض يعني على أساس أنه مجلس النواب أن يصوت عليه بالأيام المقبلة، لاقى رفض كبير وواسع، والبعض رآه هو بمثابة تقييد لحرية الرأي وراح يقتصر على فئة دون أخرى. دكتورة حياة الله من جديد، وصلنا لموضوعنا، موضوعنا المهم أيضا بحلقتنا. البعض يرى قانون بأنه قانون الجريمة المعلوماتية ربما سيكون هو عقوبة لحرية الرأي في العراق، وتهميش لناس أو تقييد حريات بعض الناس، فشنو تعليقك؟ أنا ذكرت مثل ما أنت قلتي أنه في لقاء سابق بأنه هذا سيكون ضربة للديمقراطية. الديمقراطية اللي هي ناشئة الآن في العراق، واللي إحنا نسعى إلى أنه نبني ديمقراطية صحيحة لهذا البلد. لكن هذا القانون من خلال تشريعه وبهذه الصيغة اللي هو موجود بها الآن داخل مجلس النواب، في الحقيقة صيغة يعني قاصرة، وصيغة غير نصوصها مرنة جدا، تحتمل تفسير واسع، ولذلك هو هذا الرفض اللي لقاه في سواء من خلال منظمات المجتمع المدني أو مختصين في القانون الجنائي أو الكثير أيضا من الشخصيات اللي عارضت مسألة تشريع هذا القانون. تشريع هذا القانون يجب أن يكون دقيق جدا لأنه يتعلق بمسألة الجريمة. عندما تتعلق الصياغة بالجريمة يجب يكون النص دقيق جدا. هناك نوعين من الجرائم في هذا القانون، في قانون المعلوماتية. هناك الجرائم اللي بالنسبة لأصحاب الحاسبات أو مستخدمي الحاسبات، هؤلاء اللي يجب أن تتم حمايتهم، اللي هم مثلا في الدولة، أمن الدولة، أو اللي يتعلق مثلا بمعلومات، اللي يتعلق مثلا ببنوك، كل هذه المعلومات لا يجوز مثلا سرية الدخول إليها، نعم، صحيح، أو إتلافها أو بما يسبب ضرر للدولة. إذا هذه يجب حماية أصحابها الحاسبات. هذول ما تطرق له القانون، إنما ركز على المجموعة الثانية اللي هي مستخدمي الحاسبات و حماية الغير منهم. هؤلاء اللي مثلا يشكلون الابتزاز أو التشويه مثلا أو كل هذه الأمور اللي تتعلق بهذا الجانب، هذا يجب أن تكون صياغته صياغة دقيقة، وإلا سيؤدي إلى مسألة تقييد الحريات.
النص يجب أن لا يكون مرن بهذا الشكل اللي هو موجود فيه الآن في مجلس النواب، وإنما أن تكون صياغته دقيقة وفقا لمبدأ الشرعية الجنائية اللي تقول بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. نعم. وبما يتوافق مع القانون الشرعي، مع القاعدة القانونية، بأنه لا يحتمل تفسير كبير، لأنه كل ما يتوسع مثلا القاضي بالتفسير ممكن أن يودينا إلى أنه هذا يسجن وهذا يسجن وهذا يكمم فاه وهذا كذا. ممكن إذا أن تستخدم السلطة كأداة في القبع. طيب دكتورة، وهو هذا اللي هو هذا الجانب الخطر اللي خلى الأجراس والنواقيس وكلها تدق من أجل أن يقفون في ضد هذه المسألة. إذا أنا مع تشريع قانون. نعم. في حقيقة أنا مع تشريع قانون لحماية أيضا الناس من الابتزاز، لحمايتهم من، لأنه هناك استخدامات خاطئة، ولكن ليس بهذه الصيغة وليس بهذه المرونة. إضافة إلى أنه هذا يعارض مسألة القانون الدولي بالنسبة للمعلوماتية. نعم. كل القوانين الدولية اللي بمسألة تنظيم المعلوماتية تركز على مسألة الغرامات وليس العقوبات البدنية المشددة، يعني هناك عقوبة مؤبد فيها. إذا هذه العقوبات السجن المؤبد، هذه العقوبات البدنية ما تتناسب مع هذه المسألة اللي يفترض بأنها تذهب باتجاه الغرامات المالية أكثر من العقوبات البدنية. طيب دكتورة، أليس من المفروض أن يكون تشريع لقوانين أخرى مهمة كالعنف ضد المرأة، قوانين حماية الأسرة والطفل، قوانين يعني أخرى مهمة أيضا تهم المواطن أهم من موضوع الجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية؟ بالتأكيد هناك الكثير، هناك إصرار، بنحس أنه هناك إصرار على تمرير هذا القانون من قبل البعض. نعم بالتأكيد هذا القانون على صياغته الحالية طبعا هو الآن في اللجنة القانونية من أجل تعديله، لكن يعني وأنا دائما أقول بأنه إحنا لا يمكن أنه فقط اللجنة القانونية، مع احترامي لكل الكفاءات الموجودة بها. نعم. ولكل زملاء النواب، ولكن أيضا نحن نحتاج إلى مسألة قانونيين مختصين في القانون الجنائي، أن يكون هناك ندوات مستفيضة في هذه المسألة. نعم. وكذلك مختصين في مسألة المعلوماتية حتى نعرف أدق التفاصيل وكيفية صياغة هذا النص بما ينسجم مع المعايير الدولية وبما ينسجم مع الدستور أيضا، لأنه أي خطأ به ممكن أن يذهب باتجاه تقييد الحريات اللي هو مخالف للحقوق والحريات الموجودة أو مصادرة لحرية الرأي. نعم. نعم. طيب دكتورة، نروح نشوف هذا التقرير اللي يخص موضوعنا لهذا اليوم. شباب جهزوا لنا التقرير اللي يخص موضوع قانون الجريمة المعلوماتية ونرجع. تتواصل المخاوف في العراق من مشروع قانون جرائم المعلوماتية بسبب تضمينه مواد اعتبرت تكميما للأفواه وضرب للحريات العامة، فيما يدافع مشرعون عن القانون بداعي محاربة الابتزاز الإلكتروني وتهديد السلم المجتمعي. منظمات وحقوقيون قالوا إن القانون يتنافى مع مبادئ الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير عن الرأي، وتحديدا المادة 38 منه، والتي تكفل حريات التعبير عن الرأي والصحافة والاجتماعي والاحتجاج السلمي. وهذا ما دفع بعضو مجلس النواب عمار طعمة إلى دعوته لضرورة جعل العقوبة للجريمة الإلكترونية ملائمة وحجم الجريمة للحفاظ على حق الفرد وأيضا حقوق المجتمع دون تفريط ومبالغة. أنا أعتقد إحنا نحتاج مبدئين يكون حاكمين على كل مواد القانون. المبدأ الأول هو ضرورة حفظ التوازن ومراعاته ما بين صيانة الحريات، حريات التعبير، حريات الخاصة والعامة، وبين حفظ الأمن الاجتماعي العام. لا يصير إفراط أو تفريط، أي إفراط أو تفريط سيؤدي لتضييع حق دستوري إما للفرد أو للمجتمع. هذا المبدأ الأول الحاكم. المبدأ الثاني الحاكم ضرورة التناسب ما بين المخالفة أو الجريمة والعقوبة المقررة عليها، فإذا كانت العقوبة مبالغ فيها فستخرج من حد العدالة. ويستهدف القانون من وجهة نظر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد المحنة الجرائم من قبل الأشخاص الذين ينتهكون كرامة الآخرين ولا يتعارض مع حرية التعبير، موضحا في لقاء تلفزيوني له إن مواد القانون هي موجودة في قانون العقوبات العراقي وليست بجديدة. قد يعتقد البعض أنه هنالك انتهاك للخصوصية أو للحريات، لكن هذا الحقيقة
يعني ما موجود في يعني القانون. القانون يستهدف فقط الجرائم، يعني هنالك أشخاص يحاولون يبتزون، يهددون، يحاولون يسيئون إلى الآخرين، وهذه كلها مواد موجودة في قانون العقوبات العراقي واللي تشكل انتهاكات. اليوم لما شخص ينتهك كرامة الآخرين إنما هو بالحقيقة يعني يرتكب جريمة بهذا المجال. لذلك لا كل شيء، يعني حتى لو كان في الوسائل التواصل الاجتماعي، إنه لا كل شيء مباح، وإنما هنالك حدود معينة يعني ولا تتعارض مع حرية الرأي والتعبير. ويسعى البرلمان منذ سنوات إلى إقرار هذا القانون الذي يشهد في كل مرحلة حملات كبيرة مناهضة له، في حين يبرر المدافعون عنه أنه سيحد من حملات التحريض وجرائم الابتزاز الإلكتروني. لكن ما يثير هذه الضجة هو إعادة طرح القانون الذي تزامن مع حراك احتجاجي، وفق تعبير بعض الجهات ما يعطي انطباعا بأن الغاية منه لا تتعلق بمعالجة الجرائم الإلكترونية بقدر ارتباطها بالمخاوف السياسية من الحراكات الاحتجاجية التي باتت تتسع في السنوات الأخيرة. بالعودة لدكتورة خالدة، دكتورة وصلنا لمحورنا الأخير، طبعا هو راح يكون خلاصة لحلقة هذا اليوم. مجلس النواب العراقي أكيد اليوم لما تكون هنالك مرأة متقلدة منصب نائبة، فبالتالي لازم أولا تعكس صورة المرأة، وثانيا لازم تكون الصوت الناطق بلسان المرأة. اليوم ممكن نقدر نقول 5% دا نشوف هذا الشيء. ما عندنا اليوم كثير من النائبات ناشطات بهذا المجال، يعني هل هو ضغط عليها من قبل الأحزاب الموجودة، أم هي أصلا ما تحب أن يعني تتكلم عن المرأة، وهي وإن كانت يعني مرأة هي، لكن ما تحب أن تبين هذا الدور؟ يعني حقيقة هناك 83 امرأة أو أكثر في حاليا في مجلس النواب. ايش قد ممكن نطلع منهم يعني ناشطات بمجال المرأة ودائما يطلعون؟ يعني على عدد أصابع اليد. والسبب مو لا ما أعتقد أنه السبب هو الحزب أو الكتلة أبدا. أحزاب الكتل أيضا تتمنى بأنه يكون عندهم نساء والمرأة الشجاعة. خجل يعني خجل اجتماعي لو شنو؟ قد يكون اجتماعي، قد يكون يعتمد على الطاقات والكفاءات والإمكانيات اللي موجودة، لأنه يعني يجب أن تفهم المرأة أولا عملها في داخل مجلس النواب. نعم. ما هو عملها في داخل مجلس النواب، وكيف تمثل الشريحة اللي أعطتها الثقة. يجب أن يكون صوتها عالي، المرأة يجب أن تنادي بحقوقها، يجب خصوصا أن تنادي دكتورة يعني المرأة البرلمانية من المناصب الحساسة والمهمة عندنا، واليوم المفروض أن لما تتقلد هذا المنصب تحاول أن تصلح فيما يخص بمجال المرأة. طبعا اليوم عندنا كثير من السيدات يتعرضون للتعنيف بشكل مستمر بالعراق، ويناشدون النائبات والمنظمات والجهات المعنية، وماكو أحد اليوم ينقذهم. هي المشكلة الكبيرة عندنا أنه أحيانا المرأة هي اللي تكون ضد هذه القوانين. لو كان الكل يد واحدة في داخل مجلس النواب مثلا لتشريع مسألة قانون العنف الأسري أو حماية الطفولة أو هذه القوانين اللي تهم المرأة الحقيقة أو اللي تحمي المرأة. على فكرة قانون العنف الأسري ليس فقط حماية للمرأة، إنما هو للأسرة بشكل عام. صحيح. لكن لو كانت النساء تتحد في سبيل تمرير هذا القانون فإنها تستطيع أن تمرره بعملها، مع إقناع طبعا مجموعات اللي مقتنعة أساسا بالقانون وممكن التمريرة. لكن إحنا نشاهد في داخل، وهذا ما يؤسف له، أنه المرأة هي اللي تكون واقفة ضد هذه المسألة. وحتى عفوا دكتورة شفنا بعض القوانين اللي تخص مثلا قانون الأحوال الشخصية، نساء صوتوا عليه وصوتوا على تمرير هذا القانون اللي طبعا أكيد يجحف المرأة. يعني أنا قلت أنه الكارثة هي أنه المرأة لا تعمل بهذا المجال، مثل ما هي المرأة لا تصوت للمرأة، لأنه إحنا في العراق أعتقد أكثر من 50% نساء. لو صوتت المرأة للمرأة فكان إحنا عندنا النصف على الأقل في مجلس النواب من النساء. إذن إحنا عندنا مشكلة كبيرة تتمثل في مسألة الحاجز الاجتماعي، في مسألة الكفاءات والإمكانيات اللي تتمتع بها المرأة، الكثير من الأمور اللي هي تكون عائق أمام أنه صوت المرأة يرتفع اليوم بالبرلمان، وهي أعلى سلطة تشريعية في البلد. إذن يجب أن تؤدي دورها.
فإذا كانت هي غير قادرة على مثلا اتخاذها، ممكن أنه تعطي الدور لامرأة أخرى قد تكون قادرة على هذه المسألة. هذا مو أنا اللي أحدده، هي المرأة نفسها تحدده. كل امرأة بإمكانها أن تتخذ هذا القرار في أنه هل هي تستطيع تمثيل هذه الفئة أم لا، إلى أي مدى أن تضع أمامها ولو دفتر صغير وتبدأ تعدد الأمور اللي قامت بها في مجلس النواب. هل استطاعت خلال هذه إنجازاتها، خلال هذه الفترة هل استطاعت أن تقدم شيء أم لا، هل هي تصلح لهذه المهمة أم لا؟ إذن هذه مسألة مهمة جدا برأيي، أنه أنا اليوم أقيم نفسي قبل أن أقيمني الآخرين، وهذه مسألة مهمة. أيضا الشارع الآن برأيي أنه اختلف، خصوصا بهذه الانتخابات القادمة سيكون هناك فرق في مسألة، حتى بمسألة كوتا النساء، واليوم ناقشنا هذا الموضوع بإحدى الندوات، أنه أنا أتوقع بأن 83 امرأة هذه تحصيل حاصل ستكون موجودة في البرلمان. نعم. باعتبار أنه مقسمة الدوائر على هذا العدد، لكن أيضا هناك أحزاب بسبب التنافس الكبير على المقاعد ما بين الأحزاب، أنه الأحزاب ستلجأ إلى المناطق اللي هي أضعف في النفوذ سترشح النساء. إذن من الممكن أنه يزيد عدد النساء. نعم. ممكن. نعم. ممكن أنه يكون أكثر من واحد في امرأة واحدة في دائرة، إذا ما كان هناك تركيز كبير على هذه المسألة ممكن أنها تفوز، وأيضا طيب. واحدة بالكوتا. طيب. هذا ممكن أن يزيد عدد النساء مستقبلا، لكن أنا أتمنى أنه ما تكون الزيادة فقط لأنها امرأة، وإنما أن تكون الزيادة على أساس الكفاءة والإمكانية والقدرة على تمثيل الناس. نعم. طبعا الإمكانيات هي الثقافة. طيب. دكتورة أنا كل شيء أشكرك وتعبناك اليوم أكيد، إن شاء الله أكيد إحنا عندنا حلقات مقبلة ومواضيع أكيد أخرى، لكن داهمنا الوقت، كان بيودي أن نتكلم بمحاور أيضا مهمة. دكتورة خالدة خليل النائبة عن الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا وشكرا لحضورك. مشاهدينا بهذا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.